أهلا بكل أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. نأخذكم للتعرف على أهم المتابعات والمستجدات الرياضية، وبإمكان جميع مشاهدينا متابعة الحلقة الآن عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. إلى أهم العناوين: ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية التي احتضنتها مدينة البصرة بنجاح كبير وبحضور جماهير غفير، بتعادل المنتخب العراقي مع نظيره السوري بهدف لمثله. رياضيو نادي الثورة الكركوكي يطالبون الحكومة العراقية عبر الشوط الثالث بضرورة إيقاف هدم أعرق أندية كركوك المتنفس الوحيد لرياضي المحافظة بعد قرار وزارة الشباب بإحالته للاستثمار. ورئيس نادي الطلبة علاء كاظم يرشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقي رغم الضائقة المالية التي يمر بها ناديه. الشوط الثالث يحاور كاظم اليوم عن سباق آلية الانتخاب ومستقبل فريقه. إذن كانت هذه أهم العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم من جديد. اختتمت منافسات بطولة الصداقة الدولية التي احتضنتها مدينة البصرة وبإشراف مباشر من اتحاد الكرة العراقي بنجاح منقطع النظير نال إعجاب الحاضرين والفيفا والاتحاد الآسيوي. مباريات بطولة الصداقة الدولية التي احتضنتها مدينة البصرة على ملعب جذع النخل الدولي انتهت يوم أمس بآخر مباريات البطولة وبتعادل منتخبنا الوطني مع نظيره السوري بهدف لمثله في ختام منافسات البطولة. أسود الرافدين تقدموا بالهدف الأول عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 57، ثم عادل فراس الخطيب النتيجة في الدقيقة 75 لتنتهي هذه المباراة بالتعادل الإيجابي. بهذا التعادل توجت قطر بلقب البطولة بعدما حصدت 4 نقاط من فوز على العراق 3-2 وتعادل مع سوريا بهدفين لمثله، فيما حلت سوريا بالمركز الثاني برصيد نقطتين ثم المنتخب العراقي برصيد نقطة واحدة فقط. وشهدت المباراة مشاركة الحارس المخضرم نور صبري الذي أكمل 100 مباراة بقميص أسود الرافدين عندما زجه الكابتن باسم قاسم في الدقائق 3 الأخيرة من المباراة اللي حضرها جمهور غفير كعادته. هذه اللقطات اللي تشاهدوها سادتي المشاهدين لمباراة الأمس اللي قدم فيها منتخبنا مستوى لم يلبي طموحات الجماهير، والحقيقة المركز الثالث لا يليق بفريق نظم بطولة دولية وأتى بالمركز الثالث من بين 3 منتخبات شاركوا في منافسات هذه البطولة. هذا الهدف اللي سجله فراس الخطيب نجم الكرة السورية في الدقيقة 75 في مرمى الحارس جلاء أحسن. الحقيقة خلنا نحكي يعني بتجرد، نتيجة المباراة يوم أمس لم تلبي طموحات الجماهير العراقية. الحقيقة فريقنا بمباراتين، خسرنا الأولى في مباراة الافتتاح 3-2 وتعادلنا يوم أمس بهدف لمثله. هذا المستوى مو مستوى العراق ولا يليق بالحضور الجماهير الغفير اللي حضر ولمؤازرة المنتخب العراقي أولا ولإنجاح منافسات البطولة. خلنا نتكلم على الجانب الإداري. نعم، نجح العراق نجاحا كبيرا بتنظيمه لهذه البطولة رغم بعض الأمور، لأننا حديثي التنظيم، هاي نحكيها إحنا بمهنية، إحنا هاي بطولة نظمناها بعد غياب طويل، لكن الحقيقة نشكر كل من ساهم في إنجاح منافسات هذه البطولة. نشكر الوفود العربية العزيزة اللي كانت موجودة، نشكر الجماهير العزيزة الغالية اللي جشمت حضورها من محافظات بعيدة، نشكر أهل البصرة اللي كانوا عند العهد والوفاء وفتحوا أبواب محافظتهم أمام الجميع، نشكر الزملاء الإعلاميين الصحفيين، ونشكر محافظة البصرة، نشكرهم إداريا فنيا أمنيا، نشكر أيضا رجال الأمن اللي كانوا عند العهد. والحمد لله والشكر البطولة وصلت إلى شاطئ الأمان بتضافر الجهود. نقول مبروك لاتحاد الكرة، مبروك لرئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، مبروك لكل من تواجد من موظف في اتحاد الكرة
من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. لكن نرجع على الموضوع الفني، هذا المستوى لا يليق بالكرة العراقية. المدرب باسم قاسم وجهنا لك التحية ونوجه لك التحية مرة أخرى، لم تكن على العهد يا كابتن باسم. تغييراتك غيرت 5 لاعبين بين مباراة وأخرى، الحقيقة يعني ما أعرف، أكو أكثر من لاعب عليه علامة استفهام. لحد يتبجح ويقول ما منسجمين وما عندنا مباريات، لا، المباريات موجودة، لعبنا مباريات كثيرة، لعبنا مع السعودية الشقيقة قبل فترة، لعبنا مع سوريا، لعبنا مع كينيا، لعبنا مع قطر، لعبنا مع منتخب سوريا، لعبنا مباريات كثيرة، لعبنا مع الأردن، واللاعبين أكثرهم ما منقطعين، دي يلعبون بدورياتهم ودي يلعبون ضمن الدوري المحلي. إذن ماكو عذر، ليش هذا المستوى؟ ليش فريق العراقي لم يكن ذلك الفريق الذي يطلق عليه أسود الرافدين؟ يعني ما أعرف شنو السبب. وبالتالي على اتحاد الكرة الآن إيجاد الحلول بالسرعة الممكنة. إحنا على أبواب بطولة أمم آسيا، هذا المستوى لا يلبي الطموح، مستوى اللاعبين أكثرهم ما أعرف شنو المشكلة، وين المشكلة. وبالتالي نرمي الكرة الآن في ملعب الكادر التدريبي، ونرمي الكرة أيضا في ملعب الاتحاد. نعم نجحنا إداريا، لكن فنيا كمستوى كأداء فشلنا فشلا ذريعا، ومو هذا المستوى اللي يليق بينا ويليق بجماهيرنا العزيزة الغالية، اللي كنت أتمنى من لاعبينا أن يصالحوا جماهيرهم بفوز معنوي على الشقيق السوري، لكن للأسف لم نحقق الفوز. وبالتالي كنت أتمنى أيضا أنه لقب بطولة الصداقة يكون عراقيا وكهدية نقدمها للجمهور العراقي الغالي العزيز اللي واجه الكثير الكثير، لكن أجا وحامل راية الله أكبر. سنفتح الحوار قريبا في موضوع الأداء العام لمنتخبنا الوطني. أيضا سادتي المشاهدين، تنطلق بعد يومين منافسات بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة اللي راح تقام على صالة الأميرة بسمة في قاعة المدينة الرياضية في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الحقيقة كبيرة جدا، 10 منتخبات ستشارك في البطولة، من بينها العراق، الإمارات، فلسطين، البحرين، السعودية، قطر، لبنان، سوريا، سلطنة عمان، إلى جانب البلد المستضيف الأردن. رئيس اتحاد غرب آسيا والأردني بكرة الطاولة فواز الشرابي أكد للشوط الثالث أن الأردن واتحاد غرب آسيا أنجز كافة التحضيرات، لافتا أنه تم توفير احتياجات الوفود المشاركة في هذه المنافسات. أتمنى الموفقية والنجاح لمنتخبنا العراقي اللي وصل وسيشارك في هذه البطولة اللي عدنا بها إنجازات كثيرة. أيضا نذهب بكم سادتي المشاهدين إلى انتخابات رابطة رواد الكرة في نادي الشرطة اللي شهدت تنافس كبير ما بين المرشحين وأشرفت عليها إدارة الشرطة. انتهت هذه الانتخابات بفوز اللاعب السابق عصام خليل رئيسا للرابطة، والحقيقة فاز البطل علي الجيار نائبا لرئيس رابطة نادي الشرطة، وسعد محمد أمينا للسر، وسالم إبراهيم أمينا ماليا، وعضوية سعد داود، وصباح لازم، وباسم بدر. الحقيقة انتخابات كانت نزيهة وشفافة، و الحقيقة تم تهنئة الهيئة الإدارية الجديدة من قبل رئيس الإدارة السابقة مثنى المصطاف رئيس الرابطة اللي كان متواصل مع هذه الانتخابات، اللي نتمنى فيها الموفقية والنجاح لرابطة رياضي نادي الشرطة. أيضا من ضمن متابعاتنا، وقبل أن نذهب إلى المحور الرئيس في حلقة هذا اليوم، تحدثنا قبل أيام عن معاناة تمر في كركوك، وبالتحديد في أعرق أندية محافظة كركوك، ألا وهو نادي الثورة الكركوكي. عدسة زميلنا أتلة الأغا كانت متواجدة لتنقل حجم المعاناة اللي يعاني منها رياضي نادي الثورة الكركوكي. وزارة الشباب والرياضة بكل أسف وحسرة أحالت هذا النادي الصرح الرياضي الكبير إلى أحد المستثمرين لهدمه وتحويله لمول تجاري. الحقيقة المحافظة ما محتاجة مول تجاري، المحافظة محتاجة لتدعيم المنشآت الرياضية فيها، المحافظة بحاجة إلى أن يطور هذا الصرح
لا أن تقوم الوزارة بهدم المدرجات وإحالة هذا النادي اللي انصرف عليه مليارات قبل فترة قصيرة جداً. يعني الترتان ب600 مليون سووه، ومسبح وقاعات ومنشآت، ثم نادي تأسس بالخمسينيات. أجي أنا بشخطة قلم أجر هذا القلم وأحيل هذا الصرح الرياضي اللي مستفيد منه حتى أبناء كلية التربية الرياضية في كركوك، بنين وبنات. هذه الصور اللي تشاهدوها واللي نشكر فيها زميلنا مراسل الشرقية نيوز في كركوك أتلة الأغا، اللي وضعنا في حجم المعاناة اللي أردنا أن نوصلها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي وإلى كل المعنيين. ما محتاجين مول، ما محتاجين شقق، ما محتاجين أسواق، نحتاجها في مكان آخر. يعني أنا ليش أفلش صرح بأمس الحاجة أنه إحنا يكون موجود وأروح أبني مول على حساب رياضيين؟ يا أخي إذا أنت هيك فتح لزمانك وفلتت زمانك، روح طور في مكان، صحراء كبيرة أكو أماكن نقدر نبني بيها. لكن أنا ليش أفلش صرح رياضي؟ يا وزير الشباب شنو هالعقلية اللي تفكر بيها أنت؟ وهاي الفلوس وين راح توديها؟ حجم الاستثمارات والله يعلم بيش. بالمناسبة أهالي المحافظة كلهم ضد الهدم لأن هذا متنفس، ونادي كركوك ترى خرج أبطال في كل المجالات، مصارعة، ملاكمة، ألعاب قوى. زين ما فكرتوا بأبناء كلية التربية الرياضية؟ هذا الملعب الصرح الجميل الرائع اللي راح يتحدث الآن أمين سر النادي الأستاذ فاهم محمد، اللي يتكلم بكل حسرة عن تاريخ هذا النادي وأيضا عن معاناة بناتنا رياضيين. فأرجوكم يا حكومتنا اسمعوا معاناة أهالي كركوك ورياضيها وأبناء نادي الثورة الكركوكي. نتابع هذه اللقاءات. نادي الثورة الرياضي يعتبر نادي الأم في كركوك وفي المنطقة. سنة تأسيس 1955 من أقدم الأندية ومن أعرق الأندية، ورافد مهم من روافد المنتخبات الوطنية العراقية في جميع اللعبات، في كل اللعبات. نادي إلى باع طويل ونادي أنجب رياضيين أبطال على مستوى العراق، العرب، آسيا، وما زال لهذا اليوم. النادي مثل ما تشوفون قائم عليه مشاريع، المشاريع هذه يقدر بتقريبا 2.5 مليار إلى 3 مليارات دينار عراقي. هذه المنشآت أقيمت في الأيام أو السنوات الأخيرة. مثلا هذا التارتان اللي ورانا اللي نشوفه، هذا التارتان ب600 مليون أقيم قبل سنتين. كذلك القاعة المصارعة، كذلك عندنا قاعات، يعني نقدر نسوي جولة ونشوف. حرامات يعني تعال تزيل هذه المنشآت الرياضية وأقيم عليه مولات، ثم ماذا يعني؟ يعني الشباب وين راح يروحون؟ وين راح يحطون وجوههم الشباب؟ إحنا بحاجة إلى مولات، لو بحاجة إلى أن نجمع الرياضيين وإلى أن نثقف الشباب وإلى أن نجمع الشباب. جايب قرار من وزارة الشباب والرياضة، قرار استثمار النادي، يقال إنه تأهيل النادي. إحنا لليوم ما شفنا لا مرتسم لا شفنا، وقعدنا أكثر من مرة من المقاول، جيب لنا المرتسمات راح يصير على الأرض شنو ما نعرف. لليوم ما نعرف اللي يقوموا على الأرض شنو المنشآت اللي راح تصير، شنو امتيازات المقاول، امتيازاتنا احنا شنو. هذا الصرح يعني تعرض إلى هدم من قبل بعض المستثمرين، وهذا طبعا أكيد يضر في رياضة كركوك بالصورة الأولى، ويضر في رياضة الكلية اللي هي قريبة على الملعب وتستثمر الملاعب كتدريب لطاقات الطلبة اللي موجودة في كلية التربية الرياضية والبدنية. نناشد الجهات المسؤولة على هذا الأمر، وناشد المحافظة أولا والوزارة ثانيا، بأنه يرجعون يعني فت خط رجع ويخلون أمام عينهم هذا الصرح الرياضي اللي هو مثل ما تفضلوا زملائي المتنفس الوحيد للطاقات الموجودة في كركوك. ما عندنا بكركوك بس هذا النادي نتمرن به، وكل احنا رياضيين وجماعة الكلية همين يجون به، وهذا المكان الوحيد اللي به رياضيين فعليا، واحنا نتمرن باستمرار وما قاطعين حتى انه يردون يفلشونه ولا ما مستعملينه، والحمد لله به انجازات حلوة وقديم هو.
كلش قديم، يعني ليش يفلشونه واحنا نتمرن به؟ احنا وين نروح؟ التارتان مالته يردون يصغرونه، هو قانوني ما بيشي النادي يعني، ولا تقول انه مشاكل عليه بالاداره، بالعكس. بس ما اعرف شنو هذا القرار المفاجئ اللي صار. مكانه موقعه كلش حلو، انه قريب على الكليه، صاير بنص المدينه، كل شيء ما بي. بس هم غير الناشد وزير التربيه وزير الشباب والرياضه انه يغير من هذا القرار. طبعا شكرا لكل المتحدثين. انا اريد اسال العقليه اللي تقود العراق في موضوع التجاره والاستثمار، هاي الفلوس أنا من أستثمر أفلش صرح رياضي نادي وأستثمره غير هاي الفلوس أنا أقولهم يابا هذا بديل؟ لو أنا أقولكم روحوا أنت وربك يا موسى، ترى البلد ما ينقاد بهاي العقلية، فلش وأخذ فلوس والله كريم إلهم الله، ماكو شي مشكلة. المفروض أكو تنسيق ما بين الوزارة وما بين المحافظة وما بين رئاسة الوزراء وما بين الناس المعنية. هذا نادي كبير، بعدين شنو هالعقلية اللي أنا أفلش مليارين ونص انصرفت على نادي قبل سنتين وأحيل للاستثمار؟ فلوس الاستثمار وين راح تروح يا أخي؟ ما محتاجين. كنت أتمنى من الأخ وزير الشباب يلتفت إلى محافظاتنا المحررة، يلتفت إلى إذا نريد نعدن من ديالة وصلاح الدين وسامراء والموصل والرمادي وكركوك، وين المنشآت الرياضية اللي بيها؟ وبالتالي أنتوا تردون تحيلون هذا الموضوع إلى مول. إحنا ما محتاجين مول، محتاجين مول مو على صرح رياضي. بعدين إخوان إحنا مو ضد الاستثمار، لكن إحنا ضد إنه إحنا نستثمر بعبثية بدون تخطيط، هذا ما نقبله ما نقبله. الآن رئاسة الوزراء مجلس المحافظة علينا يتدخل، شو تسوي كركوك بمول على نادي؟ نادي إلى اسمه وإلى تاريخه وإلى إرثه وإلى حضارته. وبعدين هذول الشباب اللي بالمئات وين راح يكون مصيرهم؟ افهموا، لا تفكروا بس بالفلوس فلوس 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 يا اخي، ما يصير. بعدين حكومه راح تنتهي اعمالها خلال شهرين او ثلاثه، شلون تتخذ هيك قرارات مصيريه ولصالح من؟ فاتمنى التدخل، واللي علينا الان بدنا نوصل صوت الرياضيين ونقول لكم يا وزاره الشباب كفى عاد، ما شبعتوا كافي عاد، يعني حسوا وقفوا هاي العمليات مال الاستثمار، ما نريد مولات، ابنوا ملاعب بهاي المحافظات. ايضا مشاهدينا الاحبة، دوري الكرة الممتاز بمرحلته الاولى انتهت، وللأسف الشديد الحكام ما استلموا مخصصاتهم المالية لأسباب الاتحاد يعاني من عدها، 19 مباراة خلصت والحكام ما قابضين فلوسهم، لذلك قرر جميع الحكام مقاطعة قيادة مباريات الدوري من المؤمل أن ينطلق الأحد الجاي إذا لم يتم استلام مبالغهم. محمد الخفاجي هيئ لنا هذا التقرير عن هذه الحالة الغريبة العجيبة واللي تصير للمرة الأولى في كرتنا، نتابع. لأول مرة في تاريخ الدوري العراقي تمر مرحلة كاملة 19 مباراة والحكام من دون إجور، ولم يتقاضوا أي مبالغ مالية على الرغم من تنقلهم بين المحافظات على نفقاتهم الشخصية من أجل قيادة المباريات التي يكلفون بها. قضاة الملاعب قرروا مقاطعة التحكيم وعدم قيادة أي مباراة ما لم يتسلموا أجورهم كاملة قبل موعد انطلاق المرحلة الثانية، مشددين على أن خلافهم ليس مع اتحاد الكرة وإنما مع الشركة الناقلة للدوري الممتاز. تأخر صرف المستحقات المالية للحكام لن يؤثر إلا سلبا على مستوى التحكيم بشكل أو بآخر، لأن الكثير من الحكام يعتمدون على تلك الأجور كمصدر أساسي للعيش. شكرا محمد على هذا التقرير. بالمناسبة السيد رئيس لجنة الحكام اتصل بينا وقال المشكلة انحلت، وصلنا شيك من القناة الراعية والناقلة لمباراة الدوري، وبالتالي سنقوم بتسديد المبالغ إن شاء الله، لكن احنا أيضا راح نكون أولا بأول في هذا الموضوع. إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم سادتي المشاهدين، راح نتحدث في جانبين مهمين، الجانب الأول هو انتخابات اتحاد الكرة، والجانب الثاني هو قراءة في مستقبل نادي الطلبة. اليوم يطل علينا من جديد وبعد غياب من العام 2014 رئيس نادي الطلبة علاء كاظم المتواجد معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة، سيكون ضيفنا للحوار في قضيتين أسلفنا
بالتحدث عنهم. وأول شيء طبعا كابتن علاء أقول لك مرحبا بك ضيفا كريما، وحمد الله على سلامة الوالدة الله يحفظها، لأنه نعرف هي في حالة صحية حرجة. لكن علاء كاظم الآن ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث، أقول لك عدت والعود أحمد، مرحبا بك مرة أخرى ضيفا وأخا في برنامج الشوط الثالث. مرحبا بك أستاذ محمد وبرنامج الشوط الثالث ومشاهدي برنامج الشوط الثالث. أنا أشكرك كابتن محمد، وأنا بالنسبة لي أقدم احتذاري لك كشخص. لا بالعكس، ما حدث، إحنا إخوان يعني أكيد. إحنا يجوز نختلف بالآراء، بس تدري ساعة الشيطان، وأنا أمام الجماهير والاحتراف بالخطأ فضيلة. أنا خطأت، والإنسان الشجاع اللي يحترف بالخطأ مالته، فأقدم احتذار مرة ثانية، وأقدم احتذار للبرنامج الشوط الثالث. وأنت يعني من أخ وصديق من زمان، مو على اليوم الشرقية، يعني من التسعينات لحد هاي الفترة. الله يحفظك. فهذا الشيء أنا أحتز به، وإن شاء الله بالعكس أنت تبقى مثل أخ، مثل ما قلت عودة ممونة إليك وإلي إن شاء الله. حبيب قلبي، حبيب قلبي كابتن علاء كاظم، بغض النظر عن اختلافاتنا الله يبارك والمسميات، وأتمنى أنه خلافنا لا يفسد لعلاقتنا الطيبة يعني ويأثر عليها. لكن أنت حقيقة عليك ضغوطات كثيرة، وإحنا أشرنا، ويبدو أنه يعني عوامل نجاح عملك ما كانت متوفرة. موضوع الطلبة رح نناقشه بالجزء الثاني من الحوار آني وياك. اليوم علاء كاظم يطرق أبواب الاتحاد مرة أخرى بعد أن كان منافسا لمنصب النائب الأول وللكابتن شرار في الدورة السابقة، لكن بفارق ضئيل شرار تغلب على علاء. اليوم علاء كاظم يعود، ولكن للترشيح على عضوية اتحاد الكرة. يا ريت تحدثنا كابتن علاء عن عزمك للدخول في أسرة اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للانتخابات سيد محمد، أنا جوز دخلت على عضوية لأن كان عندي هدف بعد المناقشة وبعد الدراسة الكاملة مع الناس المختصين في شأن كرة القدم العراقية الرياضية، هو بتطوير الفئات العمرية، الدوري الشباب ودوري الناشئين والأشبال. خصوصا احنا افتقدنا لفترة طويلة، وانت تعرف وكل المشاهدين الكريم، احنا افتقدنا لدور الشباب ودور الناشئين ودور الأشبال. قبل الشباب كانوا يلعبون في قبل مباراة الفريق الأول، فكان اكو استحقاق للمدرب الأول يشوف لاعبين الشباب، والجمهور جمهور الفريق يشوف اللاعبين الشباب. مثل ما احنا كنا نلعب سابقا، طلعنا من نادي الصناعة ونادي الأمانة ونادي النفط والتجارة، كانت يعني كانت خيرة اللاعبين تطلع من هاي الأندية وتروح للأندية الجماهيرية. نعم. حاليا احنا نفتقد للمواهب، يعني وهاي المواهب دائما قاعد نحطمها بعدم إجراء دوري منتظم إلى دوري الفئات العمرية، وما يأخذون الاستحقاقهم لفترة طويلة من فترة 2003 لحد هالفترة. فترات قليلة الاتحاد حتى من يعمل بهذا الموضوع يعمل لها فترة قليلة، والناس المعنيين مجرد لجان، يعني ما أتى مثلا عمل بالاتحاد، مجرد أدي واجبه وتروح، غض النظر بأن تكون لجنة المسابقات والتنظيم يكون للفئات العمرية أكثر اهتماما. نعم. لأن أنت إذا ما عندك قاعدة أساسية جيدة ما تقدر تبني فريق ولا تقدر تبني منتخب وطني. هذا راح أدخل علي أنا إذا الله سهل هاي الانتخابات، هي فوز وخسارة، ولعبة الانتخابات أنت تعرفها. أنا ما أقدر أسأل أحد، أنا ما أقدر أعطي، بس المشروع الجايبي أو الأفكار الجايبيها هو على تطوير الفئات العمرية وتطوير المدربين الفئات العمرية. يعني بزمننا يعني كانوا مدربين على مستوى عالي، مثلا كان بزمننا دكتور موفق المولى يدرب ناشئين الصناعة، صحيح، عادل جورجيس، كان حسين جبر، محمد الشيخلي العزاوي، شوف الامكانيات الله يرحمه محمد الشيخلي الله يرحمه. يعني انا يجوز يعني اكو مدربين بالزوراء، يجوز يعني انسى داود العزاوي، رشيد راضي، كانوا مدربين على مستوى عالي، رشيد راضي، رشيد اكثر لاعبين طلعوا من الزوراء من تحت ايد كابتن رشيد. فالقصد هذا طيب كابتن علاء، تنبيه بالفئات العمريه حتى نقدر كابتن. نعم. علاء رب سائل يسأل يقول لك علاء إذا عنده هيك هدف وهذا الهدف أنا أحييك انطبق إن شاء الله، ليش ما طبقته بالطلبة؟ ليش ما يعني اهتميت بمواهب ببراعم؟ ليش كابتن؟ أنا مهتم بهم البراعم، بس المشكلة ماكو منافسات. يعني أنا عندي أشبال وعندي ناشئين وعندي شباب. نعم. وعندي رديف، بس أنت المشكلة المنافسة. يعني أنا ما خلي الفريق
يعني لحد الان اشبال الطلبه والناشئين والشباب على مستوى عالي، يعني مرتين اخذنا دوري المجموعات، حتى بالبطولات المشاركات الطبيعيه الفريق الشباب الطلبه دائما ياخذ الاول. بس انت المشكله انت رياض وتعرف، والمشكله اذا ماكو منافس انا ما يعني صحيح. يبقى الفريق يعد سنه كامله والسنه اللي وراها والوضع يعني الوضع الصعب، فهذه طيب. المنافسات لو موجوده انت راح تطور، وثانيا اكو يصير حافز اكبر للفريق الشباب من يلعب امام فريق الاول، من يشوف اللاعبين الاول يقتدي بهم حتى يوصل، المدرب يشوفه الفريق الاول راح يقعد يباوع قبل المباراه، جمهوره راح يشوفه اذا بالمحافظات واذا داخل بغداد، هنا راح يصير راح تعطي اهميه للشباب، حتى الاهالي شوف احنا دائما انت سالتنا السؤال ثق واحتقد، احنا اهالي اللاعبين يجون بالملعب الطلبه يقعدون يباوعون على لاعبيهم، بس المشكله ماكو منافسات نعم. بس تمارين بس طيب. تدريب ولعبات وديه لحد هاي الفتره. طيب الان المنافسه شديده جدا بدليل 22 شخص يتنافسون على مناصب في اتحاد الكرة، فأنت شنو حظوظك؟ شلون راح تفوت ضمن يا كتلة؟ حسب ما فهمنا أنه حضرتك ضمن كتلة رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، يا ريت تحدثنا كابتن علاء. أنا بالنسبة لي يعني إحنا ما عدنا يعني كتلتين، يعني يجوز كتلة هي الملا عبد الخالق هي الكتلة الوحيدة الموجودة، والناس رشحوا من الأعضاء الاتحاد من جميع المحافظات ومن بغداد. يعني المنافسة بالمكتب التنفيذي هم على الرئيس الكابتن عدنان درجال مع الكابتن الملا، واعتقد راح بعد يعني راح لجنة الانتخابات راح تفرز بين اذا كان يعني كابتن عدنان يدخل او ما يدخل، ايضا الكابتن يونس والكابتن شرار والكابتن علي جبار ماكو اي منافس، فهنا اعتقد راح تكون محصورة هي كتلة واحدة هي كتلة الملا عبد الخالق. رجال ملا عبد الخالق رجال يعني اشتغل اذا اداريا من هذيك الفتره لهذه الفتره، وهذا يعني وهاي الفتره الاخيره يعني اشتغل شغل وعلى حتى على الحضر مع الكابتن حسين سعيد مع وزاره الشباب الناس المعنيين للاعلام جيب. كل الناس ساهموا في عمليه رفع الحظر كلهم مشكورين. كابتن علاء اعتقد الحظوظ هي نعم ان شاء الله الحظوظ. خليني احكي وياك، انا ادري بيك انت شجاع وتحكي، عرض عليك انه نعم، تمثيلك نعم. يعطى مبالغ مقابل مبالغ، اكو شخصيات اندقت بعلاء كاظم نعم. وعلاء مثل ما يقول وقفهم نعم. فخلنا نحكي بصراحه نعم نعم كابتن محمد انعرضت مبالغ بس رفضت على هذا الموضوع. من منو انا بدون اسماء، بس انا مثلا يجيني رياضي يعني انا كنت مسافر نعم. من طلبه ابو عمر كابتن حسين سعيد مرات ترشيح اعطيته له بدون مقابل، لان حسين سعيد لاعب رياضي اداري فاعطيه من اجى من الطلبه، نفس الحاله من اجى الكابتن يونس من اجى رياضي اعطيته له ترشيحي زين. يعني قلت له روح انت روح للترشيح الاتحاد، انا اللاعب اعطيه وانت بعد انت تعرف يعني اللاعب والرياضي زين. ليش يونس بعدين تغيرت عليه؟ اعطيه بس ليش؟ لا مو تغيرت، كابتن يونس من تفاهمنا على وضع النادي بين النادي وضع المادي واكو طلب على النادي، فالرجال قعدنا جلس اكثر من 4 جلسات نعم. فقال كابتن انا اقدر ادفع المبالغ واقدر ادخل على الرئاسه، فمن راح يدخل على الرئاسه ما يحتاج بعد على كاظم يعطي يعني ترشيحه ويبقي طيب. يعني هو انا اعطيته النادي يعني مو شويه، وثاني انا مطي النادي بايده امنه يعني انا ما اقدر انا يعني مو شغله المبلغ يعني انا لازم اجيب انسان يكون امين على نادي الطلبه، مو بس فقط اخذ المبلغ واطلع طيب. لا هذا مو على اللي صار ليونس انا اعطي الناس امينين نعم. يونس ما اتفقت وياه وبالتالي نعم. راح الى رابطه اللاعبين. لا مو ما اتفقنا ما لا هو قبلها يعني تدري اللي هو المشكله مو ما اتفقنا احنا، المشكله هو بالاستثناء الولد يعني نعم. تدري انت راح يم رئيس مجلس النواب على استثناء اللاعبين، وهذا من حقه لان احنا اغلب اللاعبين تدري كابتن محمد نعم. اغلب اللاعبين هم كره القدم كره الفقراء، اغلب اللاعبين يعني ما دارسين من التهوا كره القدم ما درسوا يعني ما حد كان يفكر بالدراسه وكذا من يصير نجم يصير لاعب، فهذا الموضوع احنا طالبنا انا انسان مخلص يعني مخلص واصل الكليه، بس انا طالب لاخواني ايضا زملائي كل الناس اكو هواي لاعبين نجوم يجوز احسن من علاقة كاظم بس ما دارسين، بس لازم انت تعطيهم استثناء حتى يقدر يشتغل اذا كان في العمل الاداري حتى يقدر يدخل بشكل رسمي بدون اي معوقات. طيب كابتن علاء الاسماء المرشحه مع الاعتزاز والاحترام لها تعتقد
هم ذولا قادرين على أن يصححوا مسار الكرة في الوقت اللي كانت الأصوات والتظاهرات تطالب بأن يكون عدد كبير من نجوم المنتخبات الوطنية وأنت منهم متواجد في أسرة اتحاد الكرة. كابتن، احنا انت عندك قانون هو النظام الداخلي، اعتقد النظام الداخلي هو اللي يحكمك. احنا الهيئه العامه كنا ناس يعني هي كلها واعيه وكلها مثقفه وكلها لخدمه الرياضه العراقيه. اكيد اعتقد لو كان دراسه للقانون بشكل الصحيح اعتقد احنا ما نمر بهواي مطبات. نمر القانون يعني مثل ما يقول ما يحمي المغفلين، القانون قانون. انت من تجي بالقانون غير غض النظر ما تجي بغير غير القانون، فالقانون هو يحكمك. نعم. القانون انت احنا اي لا القانون يحكمك، يعني هسه انت مثلا من تشتغل في عمل لازم انت تجي هذا القانون تدرسه حتى تقدر انت تجيب شيء يريد هذا القانون من عندك تقدر تدخل عليه، بس غير القانون ما تقدر تعبر القانون. فالانسان يكون يعني هو منظم من نفسه. يعني ليش احنا نفتقد للقانون بالعراق؟ والدليل انت مو بس على مجال الرياضه. نعم. في كل المجالات الحياه احنا القانون لا يصير القانون قوي اعتقد هنا الانسان راح يثقف اكثر ويطبق القانون، بس احنا دائما نتغاضى عن القانون لا صعبه. انا بالنسبه لي ويا القانون امشي. فاكو اخوان بالهيئة العامة موجودون يقدرون يعني يقدرون يدخلون للهيئة العامة، واكو ناس اكو اندية من المحافظات، اكو يعني اكو لاعبين من المحافظات راح يدخلون. نعم. اكو ناس عندها امكانية ادارية مو بهالسنوات بالسنوات السابقة من الهيئة العامة. يعني هذه الامور كلها تتعلق بالامور الادارية. اتمنى كابتن علاء راح يكون على راس اتمنى منكم انتم ان شاء الله. نعم. ان فزتوا اتمنى انه تستقطبون نجوم الكرة العراقية اللي عندهم الرغبة بالعمل الاداري الاشراف، يعني مو شرط ان يكون عضو اتحاد، حتى على الاقل انه احنا نستعين بهم بالاشراف بلجنه خبراء بلجنه منتخبات اسوه بباقي الاتحادات. يعني هاي رساله اتمنى ان توصل الى التوليفه الجديده اللي راح تفوز ونتمنى لها الموفقيه مقدما. يعني هو هذا اللي نريده كابتن علاء. هسه الان عندي وقت والله وياك. والله استاذ محمد. نعم استاذ محمد تفضل. اني مثلك اتمنى، انت حكيت حكايه اعتقد منطقيه وهذا ما حد يعني اعتقد راح نختلف على اللاعب او الانسان. اكو وايه عندنا طاقات كامله بالعراق داخل العراق، يعني عندنا وايك امكانيات تقدر تشغلها، عندك واي لجان. العمل للاتحاد لازم يكون يعني حتى الاتحاد يعني ما يدخل نفسه في اماكن. انت أكيد. من تطلع الى اللجان يعني جوز هسه تعرف الاتحاد الياباني يتكون من خمسة اعضاء، يعني الباقي كله لجان، يعني تتبرع لجان وتشتغل هاي اللجان. من اطلعت على الاتحاد الياباني من شوفت خمسة يقودون اتحاد ياباني وشوف اللجان الموجودة، فهذا يعطيك أكثر عمل ويعطيك أكثر يعني مساحة. أكيد. واسعة بين الناس اللي عتها أفكار واللي عتها عمل رياضي تقدر تطبقه. طيب. داخل الاتحاد العراقي. نعم بس احنا بالوقت المتبقي خلينا نحكي عن نادي الطلبة. نادي الطلبة وما أدراك ما نادي. نعم. الطلبة يا علاء، نادي الطلبة اللي أنت شايل همه. أيوة. وصار. أيوة. لك سنين حتى شكلك متغير، كنت حلو. أيوة. تخبل أيام ما كنت تلعب، شو هسه ما أدري شلون صاير. لا والله تعبني تعبتني الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طيب علاء شنو مستقبل النادي الآن؟ يعني هل سترشح مرة أخرى؟ إن الله وفقك وفزت في توليفة الاتحاد ستبقى في نادي الطلبة؟ يا ريت تختصر لي، يعني الناس تريد تعرف، لأنه بصراحة أنا متأكد. نعم. أنت. نعم. والكثيرين. نعم. ما راضين على وضع نادي الطلبة، بس إحنا نقول يعني إحنا مو نرمي الكرة في ملعب الإدارة، لأنه حتى نكون منطقيين إحنا دائما نقول إذا ماكو فلوس ماكو طوبة ماكو رياضة ماكو إنجاز. تفضل كابتن. أنا بالنسبة لي أقول لك الصراحة، يعني نادي الطلبة يمر بضائقة مالية صعبة لفترة طويلة، لأن الوزراء اللي تعقبوا عليها وزراء ما كانوا بالمستوى يعني مو رياضيين، فصعب الأمر مالهم ما يقدر يعطيك مقياس للرياضة العراقية. وهذا هسه أنت شفت، يعني حكيت على شغلة نادي بكركوك، يعني شوف. نعم. الإنسان الرياضي ما يسوي هاي الشغلات. فأنا القصد مالتي احنا نادي الطلبة وجمهور الطلبة اتمنى عبر قناة يعني قناتك وعلى عبر هذا اللقاء احنا نمر بضائقة مالية فقط، لا عندنا اشكالات مع لاعب، لا عندنا اشكالات مع الجمهور. الجمهور من حقه يطالب الى نتائج. اما بالنسبة لبقائي بالطلبة او عدم بقائي هذا لكل حادث حديث. الانتخابات افوز ما افوز، انا ان شاء الله في وقتها عبر برنامجك راح اطلع وراح احكي الكلام ان شاء الله في حينه. شنو اللي يجري؟ انا بالنسبه لي اي واحد يجي لنادي الطلبه اذا كان علاء وغير علاء هو يكون داعم لنادي الطلبه. اتمنى من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اطلاق اقل شيء فلوس. كابتن محمد احنا لحد الان مستلمين 50 مليون دينار عراقي، وبدينا مرحله كامله ب 50 مليون، ودايننا 250 مليون. صحيح. يعني
يعني هاي وسوين سووا لجان وسووا كل شيء، والوزير طلع على اكثر القنوات، وزير التعليم العالي يقول انا ما مطيم فلوس. فلازم جمهور الطلبه يفهم الكره مثل ما تفضلت مو ملعب على كاظم، ولا الكره بصوت على كاظم، الكره في ملعب الوزاره، وانا وياك على الوزاره، لان انت من تطوي اموال في حين تقدر تحاسب على كاظم اذا ما يؤدي في وقت تقول له كابتن علاء انت ما تؤدي. انا رحت ايضا الى الامين العام المجلس الوزراء الاستاذ مهدي العلاق، وكان ضيفك هنا الكابتن شرار كان معاي، وحكيت مع ناتي، وايضا وصلت معاناتي الى رئيس الوزراء، وطيت كتاب وتوقع الكتاب الى مليارين اذا الله سهل. النوبه انصدمنا بان كتاب جاي، لازم ان شاء الله نتمنى من وزير الشباب اجازه تاسيس تطلع. احنا كملنا 15 نقطه حتى من تطلع، لان المدير العام المدير الماليه قال انا اذا ما تجي اجازه تاسيس بالنادي ما اقدر اصرف الاموال. صحيح. فهاي فتره الشهر استاذ محمد والله العظيم صار شهر اشتغلنا على الضرائب، اشتغلنا على الديوان الرقابه الماليه، الهيئه العامه، الامور الراده والمستمسكات، الشهايد كلها سويتها 15 نقطه ودزيتها الى وزاره الشباب. اتمنى ان شاء الله يعني يسمع صوتي وتتكمل اجازه التاسيس ونوديها للوزاره ويطلقون الفلوس الى لاعبين الطلبه والكادر التدريبي والاداري وكل الموجودين في نادي الطلبه. طيب كلمه الى جمهور الطلبه الزعلان عليك عبر منبر الشوط الثالث، وزعل محب طبعا مو زعل شخصي بس زعل عن النتائج. نعم اني بدقيقه واحده. لا لا اني نعم اني احترم الجمهور، اي جمهور احترم واحترم وجهه نظرهم، ناس محبين، ناس يريدون دوري ومن حقهم. واني اغلب ترى استاذ محمد الجمهور الطلبه اللي يحكي على كاظم ترى يحب على كاظم ويقعد ويا على كاظم. اتمنى لهم ان شاء الله الوقفه مع نادي الطلبه بهاي الفتره لحينها، لكل حادث حديث خلينا نوقف هاي الفتره مع النادي. نعم. حتى بعدين نبين وين الاسباب وين الاخفاق يبين ان شاء الله. اني حقيقه يعني اتمنى لك الموفقيه والنجاح كابتن علاء كاظم، واشكرك جزيل الشكر لتواجدك معي وايضاعك النقاط على الحروف في قضية ربما قضية مهمة تشغل جمهور نادي الطلبة أولا، وتشغل ترشح على كاظم إلى انتخابات اتحاد الكرة. بالمناسبة إحنا يعني مع تواجد نجوم المنتخبات الوطنية اللي عندهم القدرة على العمل الإداري من حملة الشهادات، من الخبرة الفنية، الخبرة الإدارية، حتى يصير الإصلاح والتغيير، لأنه إحنا نرجع ونقول مو كل أعضاء الاتحاد مو زينين، لا، أكو ناس ما قدموا هاي إمكانيتهم، وأكو ناس اشتغلت بدليل إحنا جنينة رفع الحظر، الانفتاح على الأشقاء والأخوة العرب، تنظمنا بطولة بكل نجاح، أقنعنا الناس إن إحنا قادرين نسوي. أكو أمور كثيرة تحققت بفضل ناس اشتغلت، وأكو جهود من حسين سعيد، من عدنان درجال، من الإعلام، من الجمهور، من الأمن العراقي وقواتنا البطلة الأمنية كانت لها دور في إنجاح هذه المنظومة. فبالتالي احنا نتمنى ان تكون هذه الاسماء حاضرة في انتخابات اتحاد الكرة، ونتمنى من اللي يعني كفى ووفى خلال سنين نقول له يعني اوقف وكافي، لكن ما اعرف هي الترشحات بدت وننتظر ما اعرف المتغيرات ان ستحصل مستقبلا. مشاهدينا الاحبة كل الموفقين لنادي الطلبة، لجمهور الطلبة، لعلاء كاظم اللي احنا طبعا يعني نقول له مرحبا بك ضيفا كريما، ولكل الاسماء الرياضية ما عندنا فيتو على واحد، واحنا نشكرك على يعني ما قلت بحق البرنامج. اتمنى لك النجاح والموفقية في عملك الاداري او الفني. وبالتالي وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي امل ان نالت رضاكم. يوم غد عندنا حلقة جديدة ايضا فيها الكثير من المتابعات، تابعوها اول باول. وانقل لكم تحيا جميع زملائي العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومخرج البرنامج المبدع دائما معي علي باقر، ومني انا محدثكم محمد ابراهيم الناصر. الى لقاء الغد، طبتم في امان الله، واقول لكم في امان الله.